اهلا وسهلا، مرحبا بكم. عدد جديد من فكره سمي فيري، السبت 16 ديسمبر. اهلا وسهلا وتحيه خاصه للفرقه الموسيقيه، فرقه مزيكا بقياده المايسترو خالد بن عيسى. سمعنا مقطوعه موسيقيه من الحان خالد بن عيسى. تحيه كبيره لاحلى جمهور يحضر معنا هذا المساء. ضيوفنا اللي لا يجونا خصيصا من ليبيا الشقيقه، كيمو خالد الكوت، فرج الفيتوري. زوز من صناع المحتوى، أسامة تريتر أشرف والي. الممثلة ليلى الشابي. جادول الأرتيستو. مبروك اليوسفي. مشاهدة طيبة للجميع. يحضر في روحه إلى عودة تلفزية، برنامج جديد، فكرة جديدة، تصور جديد، نستقبله بحب كبير. جادول الأرتيستو. مرحبا قدور. قدور، كيفاش نقراها في علم الجسد واحد داخل البلاتو يدي في مكاتبه هكا؟ سيادتك مختص في علم الجسد؟ عباد تدخل بالاحضان بالضحك، عباد تدخل يديها في مكاتبها. سامحني هنقول لك حاجه، انا كي نبدا مرتاح واليز على الاخر ندخل يديها في مكاتبي، شنو رايك انت؟ واضح مرتاح انت توا على الاخر. على الاخر قول لك مبروك العوده التلفزيونيه. شكرا. برنامج جديد؟ نعم، على قناه الحوار التونسي، باش نولي منافس شرس لك يا هادي زعيم. اهلا وسهلا. البرنامج تحدد الصيغه نتاعو، الملامح نتاعو ولا لا؟ طبعا انا من نجم نعطيك هذا تفصيل. انا اداره الانتاج عيطولي قالوا لي راهو عندنا برنامج في قناه حوار تونسي باش تكون كورنيكور، دونك لبيت الدعوه وان شاء الله تكون تجربه باهيه ونتعلموا منها ان شاء الله. شنو عنوانه البرنامج؟ البرنامج سي ديمونش. فوالا، دونك تعدى هالحد باذن الله ان شاء الله. شكون المنشط؟ على حسب علمي نضال سعدي، اللي نحييه وفرحان بالتجربه معاه. كيفاش نجم تفرح بتجربه مع انسان انت ما خدمتش معاه قبل؟ انا ما خدمتش معاه، لكن نشوف فيه نضال، معناه نضال شخصيه محبوبه والناس تحبه. خشني معناه ماني نتبع ونشوف ونفرج، يا اخي مواطن تونسي. شكون لي كرونيكور اللي معاكم؟ والله شوف، انا على علمي فما حنين شكراني والبقيه ما نعرفش، بحق ما نعرفش. عندك انت بينك وما بين روحك فيتو على اسماء معينه تقول انا الناس هذوما ما نحبش نقعد معاهم؟ مستحيل، بالعكس انا انسان دبلوماسي برشا. هادي انت دبلوماسي على الاخر. اي به، عرفت قول ربي سبحانه والذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. باش تكون طاوله وكراسي؟ بيان سور، هو يا اخي ما دام كرونيكوريت ومنشط وكذا، بتبيع طاوله وبتبيع طاوله وناس قاعده. باش تحافظ على نفس الشخصيه نتاعك ولا باش نلقاو تغيير في شخصيه قدور؟ ماني سامحني، انا على اساس في قناه التاسعه قدور الارتيست وبجي الحوار التونسي في عبده، باش نولي بالطبيعه باش نحافظ. هذاك انا هادي خشني، ما هذاك انت ماهوش هذاك بيرسوناج انت تعمل فيه. بيرسوناج شخصيه هذاك انا، انا كيف ما انا، سواء في الحوار التونسي ولا في قناه التاسعه ولا في قناه تونس ولا في اي مؤسسه عالميه، هذاك انا المتدين. شوف راه متدين، انا انسان محافظ. تعرف شنو محافظ؟ هادي انسان كيف نعمل الحرام نندم عليه. دونك انت الفرق ما بينك وما بين اي انسان انه انسان يعمل الحرام وما يندمش عليه، انت تعمل الحرام اما تندم عليه. قاعد تعمل في المشاكل. تنقول لك تنصفك على الفيديوهات اللي موجوده ولا لا؟ اللي تدور عليك قدور يقصف الجبهات، يحطم الارقام القياسيه في نوع درا شنو، قدور يسحق، قدور جاء الرد القاسي من قدور، ترضيك هالعناوين هذيا ولا لا؟ والله انا تعرف اللي يرضيني؟ اللي يرضيني هو الرضا على خدمتي. طبيعي طبيعي. اي طبيعي هذا، يعني انا راهو كي باش يقولوا قدور يقصف ولا قدور درا شنو ولا يسحق، يعني ماهيش مشكلتي. انا ما نجيش مثلا نهبط فيديو نقول نقصف ولا درا شنو، ليه بالعكس نحشم على روحي، نشوفها معناها حاجه لاخلاقي. اما اذا الببليك يقولها كيكه معناها الببليك حر. بالعاني ولا لا العناوين هذوما؟ معناتها يتهندسوا في غرف معينه باش يعملوا معناتها نوع من البيوع للشخصيه نتاعك انت. كيفاش هذا؟ انا مغلب توا الفيديوهات اللي تحكي عليهم هابطين، يعني ناس ما نعرفهمش، ودي شير ما نعرفهمش، ودي باج ما نعرفهمش. كيفاش تقول لي هندسه وكذا؟ ما عندي فيهم حتى داخل يا هادي، وانت تعرف معني مش كان انا، راه مش كان انا، يعني اي انسان بيرسوناج بيبليك راه باش يعملوا له حاجات هكا. انا ريت كي نشوف فيديو عامله نومبر دو، انا نفرح خويا.
نقول الحمد لله هذا فضل الله يؤتي من يشاء فقط. أما يقصف ويسحق راه مش من مشمولاتي. باش تبقى تلبس أوريات ولا ليه؟ أوريات لا. علاش قبل كنت تلبس في أوريات؟ قبل كنت نلبس في أوريات الناس اللي تعرفني واللي تفرجت فيا هي 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 ديجا أنا الأوريات أنا ديجا نوريها للناس فهمت. أنا إنسان يعني في السيزون الأولانية في تونسنا إنسان عصبي شوي، وخاصة كيف يجيبوا لي ضيف يشكك لي في آية قرآنية ولا يستهزئ بحديث ولا كذا. أنا نتحاول إدارة الإنتاج مشكورة راو بشع ما هما حبوا يعملوا لي أوريات علاش لضبط النفس وباش أنا ما نقصش على كل مومنفور هذوكم وباش ما تصيرش مشاكل بينه وبين الفيتي لا أكثر ولا أقل. ضبط النفس مش مهمتك، مهمة منشط. المنشط اللي يشرف على البرنامج هو اللي مهمته باش يعدل ويضبط. أنت جاي جبنا قدور نعرفه قدور أكاو في لأنه سابقة لا توجد لا في توجد. برامج لا سامحني في العالم. نحب نقول لك خويا أنا كنت مشروع أنيماتور، هذه أول حاجة. ثاني حاجة لوريات خويا العزيز هي فخر وثقة متاع فريق إعداد. ولي ضبط النفس نعاودها لك بالحق ضبط النفس، خاطر شوف تنجم أنت يعني يصير ديبا مومون فور باش يتحط في برومو ولا في حلقة كي تنجم أنت يعني تخسر الوقت وما تلقاش البرومو. ضبط النفس سهلة برشا الحكاية. ضبط النفس معناتها أنت ضبط النفس بمعنى أنه يا قدور توا ما تقصش يا قدور حذر روحك راك توا باش تتكلم هذايا ريبوندي عليه. منشط هو اللي يقول الكلام هذايا، يقول لك قدور راني باش نقص عليك هنا، قدور من فضلك توا تسكت على خاطر راني حاجتي بحاجة هنا، قدور تفضل تكلم من هنا. هذه أنا قلت لك أنا إنسان عصبي، أنا إنسان نتحول في حاجات سبحان الله. ما سبحان الله ما نشدش روحي، ساعات نسمع موضوع معني نورمال مو نسكت فيه نتنطر من غير ما نشعر. المعدة مشكورة تقول لي لي أنت توا ما تتكلمش ما تقول حد شيء، وساعات حتى فما فيتي تاكيني به نحب أنا هكا زعما تقول لي لي ما تقصش توا. جاتك عروض من راديو برشا برشا عروض على أساس كرونيكور وعلاش رفضت؟ خاطر أنا معناتها بديت مع مروة رمضاني والمرأة ذيك ما نجمش نخذلها حتى ولو معناها وفي المكتوب معاها ما نمشي حتى البلاصة. فيصل الحضيري كان معايا في البرنامج هذا وقال أنه نادم أنه نشط البرنامج اللي أنت كنت فيه، قدم اعتذار رسمي على كم التفاهة وحجم اللي سماه هو مهزلة إعلامية كان يشارك فيها. كي تسمع كلام كي من هكا من عند فيصل الحضيري شنو تجاوب؟ نجاوب أول شيء فيصل نحييه وعديت معاه تجربة محليها يعني في وقت من الأوقات وخيان وصعب ونلومه. تعرف شنو نلومه؟ الكلام هذا رمو ما يقولوش على خاطر البرنامج اللي سماه هو تافه والبرنامج اللي ندم عليه بشهادته هو عنده فضل كبير عليه. انا تعرف شنو مشكلتي في الحياه؟ مشكلتي مع الجحود ونكران الجميل. جاحد فيصل؟ ما نقول لك جاحد، اما انا مشكلتي مع الجحود ونكران الجميل. اي معناتها هو جاحد. اذا احسن المحسن قل له احسنت. يقال لك انا اخي البرنامج هذايا اي كي هو كيك علاش وصلت فيه وعلاش قدمت فيه وعلاش خدمت وخرج منه؟ اكتشف من بعد انه الله غالب من الجمش. انا نعرف علاش خرج. علاش خرج؟ ما عنده ما اكتشف ليه من علاش خرج؟ سمح انه لو كان ما جاش خروجه نوع من المراجعه اللي عملها لروحه وقال لك انا ما نراش روحي في برنامج كيما هكا ونطلب الاعتذار وبوه كان حتى معناتها طيب يا سيدي احنا ما خدمنا في نفس البرنامج ها؟ احنا خدمنا وقت لو طون اللي انا جيت في البرنامج هذاك فيصل الحذيري في النيفو اقوى مني. يعني يشوف انا في اللحظه ذي كيف معني شنو هو فضل من عند ربي معني ثقه في النفس مش كبر ولا حاجه. شوف انا يعني معني الخطوه اللي خطيتها وشوف هو كيفاش شكون زعما الغلط وزعما كلامه اللي قالوا هذا يستقيم. ومع احترامي ليه راني نحبه ونعزه نحكيه بروفيسيونيل الكلام هذا نرمو ما يتقالش. هو مش في صحنه فكان متقلق. انت في صحنك سامحني فكنت تبدع. فيصل الحذيري البرنامج اللي خدم فيه الكل في الكل هذاك اللي في تونسنا نقولها على مسؤوليتي كان عنده فضل كبير على فيصل الحذيري حتى ولو ما يحبش يستعرفه. ليه هو ماذا بيه شطبه من السي في نتاعو؟ انا نعرف علاش. علاش؟ ما نجمش نقول لك. شنو اللي مخوفك؟ على خاطر الفرق بيني وبين فيصل الحذيري اللي انا نفهم وأعي ما معنى المجالس بالأمانات.
صدق حلويس قال نفس الشيء، ماهوش راضي على التجربه نتاعو. ماهوش راضي ممكن خاطر هو قد ما عطاش اضافه. ينجم يكون، ينجم يكون مش راضي على روحه، مش راضي على البرنامج، مش راضي على روحه، على روحه. بلا المشكله فيه هو مش في البرنامج. صدق نحيي زاد عديت مع تجربه محله. علاش كثره المنشطين اللي تعداو؟ سهيل الغداوي زاد كيف كيف. سهيل الغداوي زاد صديقي وعديت مع تجربه محلها، ومن المنشطين يعني خليني يعني الانسان هذاك محترف باتم معنى الكلمه. لكن ما طولش. انا نعرف علاش زاد وما تحبش تقول بالطبيعه. واضح. تعرف علاش ولا؟ علاش؟ لانه المجالس بالامانات. بالامانات. وانت اليوم باش تحفظ الامانات. نعم. مش اليوم، دائما وابدا، وان شاء الله ربي يوفقنا. يا هلا. هاي سيدي. كنت حاط سي اسمع، كنت حاط اليمين على اليسار، تو باش نحط اليسار على اليمين. يا وخي قعدت بك الماسك الاخر، مخي بالماسك هذا، شنيا؟ شنيا؟ قالوها قبلك يا قدور الكلام هذا. شنو لازمك اوريات باش تجيب جديدة؟ مجالس بأمانات. اليوم باش نجبد لك مجالسك الكل. مرحبا. حتى أنا عندي برشا ما قدمتش قضية بشكون. في ماي 2019 قدور الارتيست ومشيت عندك حفلة في فلسطين. من بين الأماكن اللي مشيت لها بلاصة اسمها كفر قاسم. كفر قاسم. كفر قاسم، صلح معلوماتك. كفر ولا كفر بري؟ اسمها كفر قاسم. كفر قاسم ده. مش مشكل. بعد ما كملت الحفلة استدعاك واحد تونسي يعيش في الأردن على عشاء. ادخلت في قدور تلقى روحك قاعد في طاولة فيها أربع قيادات من حركة حماس. إشنو الموضوع اللي دار بيناتكم؟ وشنو الموضوع اللي لمكم؟ وشنو طلبوا منك؟ هو راهو الموضوع تافه، اما هو معناتها مختر سيد هذا به. بارك الله في السيد اللي استدعاني على العشاء، والجماعه اللي قلت انت من قاده حماس، انت قلت من قاده حماس، انا ما في باليش بيه من قاده حماس. من بعد ولا في بالك؟ ما في باليش، وسامحني حتى ولو هو من قاده حماس انا اتشرف ولي الشرف. حاجه اخرى اخوي، الموضوع كي هما طلبوا مني انهم ينفستيو، يعني حبوا ينفستيو، يعني ينفستيو في باش يعملوا اناشيد دينيه وتكون وقف لله عز وجل، معناها لعل وعسى الناس تهتدي بانشوده من الاناشيد. هذه هي الحكايه. ماهوش صحيح. ماهوش صحيح. طلبوا منك اغاني جهاديه. لا غالط في حساباتك. غالط في حساباتك. والمكتوب اللي لمنا يا باباراتزي غالط في حساباتك. توا بربي قادة حماس لاهين بك انت باش يعملوا اناشيد. شكون قال لك قادة حماس؟ غالط، ماهوش قادة حماس. شكون هم؟ ما سبحان الله، ناس غاديك، ناس صحيح متدينين، لكن ما الناس لاباس عليهم، يعني اربع رجال اعمال. اخويا نصحح لك معلومة. ماهوش صحيح، وباش تلزني نعدي لك التصوير يا قدور. تصوير انت والجماعه هذوما. تصوير شنو؟ لا عدي لي اش قلت عاد، كان كنت ذكي بالحق. لا نعديلك تصوير عادي، انا قلت لك راني قعدت، شنو المشكل؟ اما قدور انت مشيت لفلسطين باش تغني؟ اي مشيت انا ونعمان شعري، مشينا باش نعملوا خمسه حفلات في رمضان، من ضمن البلايص هذوما يعني بلاصه اسمها كفر قاسم، بلاصه كلها مسلمين ومحلاها وكذا. في موقع كفر قاسم. لا حول ولا قوه الا بالله. اه يعني استدعاني على عشاء، يعني اجتمعت باربعه من الناس، معني على ما يبدو انهم رجال اعمال، يعني حكيوا معايا في موضوع انهم يحبوا ينفيسيو، معناها اناشيد دينيه. وكل ما انا قعدت شاد قال لعل وعسى، كلمه محليه قال لعل وعسى، يعني انسان يهتدي. علاش انت بالذات وقت اللي اليوم فما برشا ناس تنشد؟ علاش انا بالذات؟ اي انا خويا معناتها في الانشاد الحمد لله، معناها حتى ممكن ما تعرفش برشا في تونس، لكن في فلسطين انا بيدي كي مشيت تبهت والله العظيم، تصدمت. يعني الكم الهائل نتاع الحب والكم الهائل نتاع الناس كيفاش تعرفني، اقسم بالله العظيم دخت. الانشاد انت ما عادش نسمع فيك تعمل في حاجات. لا ممكن خاطر تليت بالتلفزه هذه تو. اي ما يمنعكش باش تعمل غنايه على الاقل في العام. والله ما تار الكيف. الموسيقى شنية هي كيف؟ تار الكيف؟ تار الكيف، ممكن ينجم سبحان الله تو مانيش اون في نجم، معناتها عادي. شهر شهرين عام نجم نرجع. غنايتك القدم على شان يوتيوب موجودين؟ على شان يوتيوب نتاعك القديمة هذيك وموجودين وكل شيء. طبعا يحب يبدل، يولي غني مزود. ليه وعلي انا ما نغنيش مزود؟
يحب يبدل الغناء. ماني نغني مزود انا خويا في الديجا في البرنامج اللي خدمت فيه ثلاثه مواسم يعني ممكن نخلف حلقه حلقتين ديما نغني ماني ديما. قدور لارتيستو فما فنان تونسي معروف برشا اتفهمتوا على ديو واللي تمشي وتجي لدارو برشا اتحضروا في الاغنيه بين ليله ونهار انقطعت علاقتك بيه الاغنيه بطلت بلوكيتو من البلايص الكل وما عاودش قابلته من وقتها. شنو اللي صار وشنو طلب منك الفنان هذا؟ فضلا وليس امرا نتجاوزوه الموضوع خاطر الموضوع حساس خويا يعطيك الصحه خويا معلوماتك صحيحه. نتجاوزوه الموضوع وربي يبارك لك ويرحم والديك خاطر ما من نجمش نحكي فيه وما نجمش نخليك تحكي فيه. ربي يزينا من لغه المجلس بامانات تعرف الفقره وجاوب ولا خليني نجاوب. ليه ليه لا نجاوب انا لا تجاوب انت واحترم نفسك يا سيد. هو شنو اللي فيها معيب الحكي؟ ليه ليه حاجه خايبه على الاخر هذه حاجه ما بالحق هي صارت حاجه خايبه ما نجمش نحكيها معناها فهمت؟ ايش قولوا الفنان؟ يا ودي سيدي يحشم على روحك خايبه حاجه لا اخلاقي. لا أخلاقية؟ لا أخلاقية وأكتفي بهذا ويرحم والديك نتجاوز. واضح واضح مفهومة على التوليد. قدور شنو حالتك المدنية حاليا؟ المدنية مطلق؟ مو صحيح. إيش نعمل أنا معناها تاو كيفاش معناها نمشي البلدين نجيب لك مضمون ورسيتك اللي أنا مطلق معناها شنو تقول لي مش صحيح؟ صحيح في المضمون مطلق. هذاك قانونيا لكن أنت قدور الأرتيست ومتزوج متزوج عرفي. سبحان الله يعني لو كنت عامل مساكنة قبل الزواج راك تجاوزته الأمور هذه وما سألتنيش بابا بابا بابا. يسأل حتى على المساكنة بابا بابا بابا. حكينا على الزواج. اسمعني أنا ديجا أغزر لي ريت اللوطان اللي يكلموني أخوي الناس اللي تخدم معك ربي بارك لهم قلت لهم المسائل الشخصية ما نحبش نحكي فيها انا ما نحبش نحكي فيه في الامور الشخصيه انا سامحني بارك الله فيك سامحني يرحم وانت راك انسان ذكي وانسان خدام وبرافو المعلومه صحيحه انسان فنان واعلامي تظهر في التلفزه ومن حق العباد باش نعرفوا حالتك كيفاش ليه خويا ليه باش يعرفوا شنو معنى شنو باش يفيد شنو باش يفيد المشاهد كي باش يعرف انا معرس عرفي ولا عامل مساكنه قبل الزواج شنو باش يفيدوا مخالف القانون شنو باش يفيدوا مخالف القانون كيفاه مخالف القانون شكون انت لو انت ثابت عليك انك لا لا خويا معرس عرفي لا لا غلط على غير الصيغ القانونيه طبعا احنا في دوله مؤسسات ودوله قانون وانا لا اخالف القانون اوكي خويا وانت متزوج عرفي هاي هات لي بعده واي لا لا اما اللي بعده اما اللي بعده وبعد السؤال هذا امشي إذا كان سامحني إذا كان عندك دليل ولا أي إنسان عنده دليل اللي أنا متزوج عرفي يا أخوي نجم يمشي يشكي بك على خاطرك تعرف اللي زوج العرفي ما عندوش دليل شنو باش نجي نصورك في بيتك؟ لكن ما عندوش دليل خويا علاش تتكلم من أصله كي أنت ما عندكش حجة كي أنت ما عندكش حجة دامغة باي باي باباراتي اقلب منظرك إي إي صحيح نمسك ومركك ومرمزك قدور أنت ضد الزواج العرفي ولا مع الزواج العرفي؟ باهي انا ساعه ضد المساكنه قبل الزواج كي انسى المساكنه عاد خلينا نقول لك حاجه انسى المساكنه احنا قلت لك في دوله مؤسسات القانون التونسي يجرم الزواج العرفي هذا ما جبتش ويجرم يعني الزواج بزوجه ثانيه ها؟ اوكي كيفاش انا معناها انت تسالني انت يعني مع القانون او ضد القانون بتبيع اخويا انا بتبيع اللي باش يقول عليه القانون انا مع واضح دونك انت إيه؟ ضد الزواج العرفي ضد الزواج العرفي كيكون مخالف للقانون اما اذا كان فما قانون يسمح بالزواج العرفي انا مع في تونس توا ما فماش دونك انا ضد اي علاش نعمل في الدور احتراما للقانون ما فهمتكش احنا اليوم القانون يمنع الزواج العرفي انت قاعد تعمل في المشاكل مانيش نعمل في المشاكل يعني لو ثم شنو اللي مثلا قدور يجبرك باش تتزوج عرفي وقت اللي تنجم تتزوج على سنه الله ورسوله هي مثلا ريت محليها وبالقانون هي ريت محليها اي شنو اللي يمنعك معناتها ما يمنعني حتى شيء حتى شيء ما يمنعني يعني علاش ما تتزوجش انا معناها تو ان شاء الله يا خوي فما في ان شاء الله ان شاء الله عندي مرأة في حياتي وربي يفضلها وربي يبارك لها ان شاء الله قريبا باش نتزوج وكان حب ربي زواج مدني زاد باش تصلح الزواج بالزيخ شنو باش نصلح هذه نصلح يا سكليس يا ميكانسيان
قدور لارتيستو باش نمشيو معاك في فقرة مع وضد قدور لارتيستو يا أبيض يا أسود. قدور لارتيستو مع أو ضد. نبدأ بالإعدام. تنفيذ عقوبة الإعدام مع أو ضد قدور؟ أنا مع عقوبة تنفيذ عقوبة الإعدام في الساحات العامة لردع كل من تخول له نفسه إنه يغتصب أو يقتل. وأنت تعرف يا هادي صار في دول شقيقة في الأردن على ما يبدو وقتها زوز شبان اغتصبوا طفل صغير والإعدام صار في الساحات العامة. الحكاية أنا من وقتها إلى يومنا هذا ما صار حتى شيء. وسمحني الله عز وجل تعرف شو يقول في القرآن؟ ولكم في القصاص حياتي أولي الألباب. وحتى للقصاص نعرف مليح أنه العفو هذاك للي يستحق. هذه اغتصاب متاع وليدات صغار وقتل بلاش مبرر وسفك دماء وكذا. أنا شو قتلك؟ قتلك لردع كل من تخول له نفسه باش يقوم بالجرم هذاك. سهلة برشا الحكاية. مع أو ضد الكلام لحرش في الفن، مسرح، سينما، أغاني؟ إنما الفنان فنان بأخلاقه قبل أن يكون بفنه، وإنما المسرح مسرحي بأخلاقه قبل المسرح اللي يعمل فيه. والرسام كذا الكل كل 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 لما تتعدى اليوم بحذا المسرح البلدي وتهز راسك الفوق تلقى نساء عاريات منحوتين، شو تعمل؟ جميع هزيت راسي وجميع ريتم. والله العظيم لو ما قلتليش المعلومة ذي أنا نقعد حياتي الكل جاهل بها. تمشي المتحف بارد ولا ليه؟ والله مشيت مرة وأنا صغير. شفت تماثيل ولا ليه؟ يظهر لي. تعتبر أنه ذلك انحراف بالفن؟ معناها تمثيل عاري؟ أي توهيد ما تستحقش. معناها إنسان مجسد بشر وحشاك عريا، معناها بتبيع حاجة لا تستقي. لو عندك القدرة تكسرها؟ لا مالا كن كسرها هنالك. أنا اعتديت على حرية غيري، ما نجمش كسر. هك تعتبر؟ أما أنا تعرف بش أنا ننصح خوي مسيلش ننصح رأو الشيء هذا ما يجيش معناتها نكسروه. علاش ما قلتش كسروه؟ مش كسروه ما نكسرش أنا، شو مدخلني خوي؟ كاني قلت لك نكسر رأو اعتدي على حرية غيري، وينجم يكون شيء اللي أنا نرى فيه غالط غيري يشوف فيه صحيح. سبحان الله. الكلام لحرش يقول لك بعض الرابوريت وانت خدمت معاهم يقول لك هذاك هو الكلمة ما تعبر كان هكاك. تعرف هنا كيفاش نخممها الحكاية يا أخوي؟ رو فما عندي بنتي باش تسمع، عندي أمي باش تسمع، عندي ناس باش تسمع. نحكي لك هذه هي الحكاية. رو الفن من أسمى الرسائل اللي تنجم تبلغ به. رو ريت بالفن تنجم تعمل ثورة، بالفن تنجم تعمل حاجات ما يعملهم الجندي. يعني نقولوا فيه كلام زايد ونوصلوه بالطريقه هذيك. علاش؟ انا نحب نفهم حاجه. يعني ما الغنايه باش تنجح وباش توصل لازم فيها كلام زايد، لازم فيها كلام زايد باش تنجح الغنايه. تقول لك الواقع ننقله كما هو. شوف ريت الواقع ننقله كيف ما هو. للاسف الشديد لو الانسان خمم باش يغير الواقع في بلاص انه ينقله، والله العظيم ممكن ينجح خير من اللي في السيتوياسيون هذيك. نادم على الفيتات اللي عملته مع رابوريت؟ لا. عملت فيت مع بسيكو ام؟ اي عملت فيت مع كوستا. وبسيكو ام والا كوستا عندهم اغاني حرش شويه. الغنيات اللي غنيوها معايا فيهم كلام زايد؟ لا صحيت. اما الفنانين هذمك عملوا اغاني فيهم كلام احرش. ربي يهديهم وهم احرار في يعني انت شوف شو تقول الفنان باخلاقه قبل فنه. انا الغناء انا نتحداك لو عملت غناء مع رابير فيه كلام زايد، انا اول شرط نشرته على الفنان اللي باش يغني معايا تعرف شنو هي؟ الكلام زايد. لا تفضل نغني اخويا. حتى لو كان بعدك انت باش يغني كلام زايد وقبلك انت باش يغني كلام زايد. اموره انا مانيش معاه، مانيش موجود. يتحمل مسؤوليته. مع او ضد التبني؟ انا ما نتبناش. دونك حط ضد. انا ما نتبناش، انا اكفلو. مع او ضد الاجهاض؟ ضد ولو كان يعني في زنادولتير، يعني ولو كان ابن غير شرعي. انا ضد. تعرف علاش؟ لانه كم من ابن غير شرعي يعني كبر وعاش احسن عيشه ولا يعني انسان مسؤول في المجتمع ولا نقي وتقي ومن ارقى ما يكون. اما ساعات وقت اللي
لا قدر الله نعملوا له تحاليل الجنين نلقاوه كان باش يجي للدنيا ينجم يجي مريض او عنده تشوه او عنده عاهه. اذا كان فات الاربع اذا ما يلزمش نجهضوه هو فيه الروح، لانه ربي سبحانه يبعث الروح بعد الاربعين يوم. بعد الاربعين يوم من المستحسن ما يجي. يقول لك ثلاثة اشهر قانونا. هو انا المعلومه اللي عندي انا القانون سمع. القانون انا المعلومه اللي عندي هي معلومه قانونيه. اي ما يصيرش نتعلموا منك خويا. لا 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 انا نعطيك في المعلومه القانونيه. من بعد انت يمكن تعرف معلومه دينيه. اي دينيه مش راهو مش مفتي معناها ولا أنا شيخ. انا المعلومه اللي عندي قانونيه وعلميه انه بعد ثلاثة اشهر الاجهاض يمنع. واضح. بارك الله بارك الله في اللي عمل القانون هذا. قبل ثلاثة اشهر مع الاجهاض ولا ضد الاجهاض؟ ضد. الرقص مع او ضد؟ مع يا دهود مع ليه عاد مع مرتي تشتح لي خويا ونشتح لمرتي وفي فضاء مغلق احكي لك معناها. اما ما يجيش شو اللي ما يجيش؟ حلالا طيبا مباركا فيه، كيفاش ما يجيش؟ شو اللي ما يجيش؟ معناتها انت الرقص تربطه بالغريزه؟ لا مالا شنو؟ شنو غريزه؟ مالا شنو؟ شو بتخلنا في الغريزه؟ مالا مالا علاش تقول لي الرقص معايا و انا مع الرقص كي تشتح لي زوجتي وكانه حاجه تسكر عليها بين دارك. بالطبيعه كون سكر عليها بين دارك. ما نسكر عليها نسكر على شنو؟ ما نجي نشتح في فضاء عام ولا مرتي تشتح لي في فضاء عام ولا في مرفق عمومي. هاني قلت لك انا مع الرقص كيف تشتح لي زوجتي فقط. الرقصه نتاع فلسطين. الرقصه نتاع فلسطين شفتها ولا لا على تيك توك على مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا. فما رقصه رقصه الحريه بس اسمها شفتها ولا لا؟ لا. فما رقصه تعبير عن الحريه وعملوها فلسطينيين وقت المقاومة. بارك الله فيها. ده مش كل الرقص مربوط بالغرائز والشهوات. أنت قلت غرائز علاش ريتي هدي يا دهود نعود لك رقات تعب في المشي. ضد الرقص حطيت ضد الرقص. أخويا حطيت ضد الرقص. وقت اللي الرقص ينجم يكون زادة طريقة من طرق المقاومة. طبعا لكل إنسان وجهة نظره. العمرة سبونسوريزي مع أو ضد؟ أنا مع العمرة سبونسوريزي لكن انا عمره سبونسوريزي ما نعملهاش. قولي علاش؟ علاش؟ نحب نعمل عمره من مالي الخاص. وبارك الله في اللي عمل عمره سبونسوريزي هذه فرصه باش نعرفوا بالدين الاسلامي وكذلك نعرفوا باعظم شعيره اللي هي شعيره الحج والعمره حاجه باهيه. وي اما انا عمره يعني سبونسوريزي ما نعملهاش. نجله عملت عمره سبونسوريزي. ان شاء الله ربي يبارك لها وان شاء الله عمره مقبوله. تجريم استهلاك المخدرات. تجريم استهلاك المخدرات. شوف انا ضد انه يعني يكون فما قانون يسيب المخدرات في البلاد ضد، لكن زاد ضد انه تشد انسان تكيف ولا شديته مستهلك ولا حاجه تحطه في الحبس. دونك ضد خاطر هذاك يعتبر ضحيه هذه. دونك ضد تجريم استهلاك المخدرات. معناتها اللي يتكيف زطله ما يدخلش الحبس. لا خاطر مقبله تحكي لي على الردعه. اي الردعه شنو الردعة. يا ودي انا قلت لك راني انا باش تعمل قانون باش تسيب فيه المخدرات. ليه اخويا عندنا صغيرات وفما ديجان وكذا نجموا نهلكوه معناها جيل كامل ينجم يفسد. ما تعاقبوش. اما انسان ما تعاقبوش تشجعوا. ليه انا نحكي لك الانسان اول مره اذا كان بشده اول مره. ما اذا كان انسان ديما 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 طبعا نحطه في الحبس لعل يتربى. الصداقه بين الجنسين مع او ضد؟ في 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 اطار في في اطار معين. فهمت ولا لا؟ ما فهمتش. انا سامحني انا تو لحظه مع او ضد؟ لحظه مع او ضد. انا قلت لك لحظه طلعت لحظه خلاص وصلت فكره. قل لي مع او ضد وردني انت. قل لي مع او ضد ونفكر معاك. انا مع في حالات وضد في حالات. ليه ما تجيش؟ كيفاش ما تجيش؟ ما تجيش. انا مثلا ما نجمش صديقه نخرج نعمل معها قهوه مثلا. من جنب صديقة نقعد نحكي معاه بالتليفون تقول لي درشنية وين وصار لي وكذا ومن ومن. صديقتي زميلتي في العمل مثلا نتشاركوا الأفكار نتقابلوا في البيرو كذا. إنسان سوي هكا بيان سور. وسامحني هذه راهي حرية معني سامع. إذا كان أنا بالموقف هذا شكون ضريت؟ ضد ضد. إذا كان أنا بالموقف هذا شكون ضريت؟ قل لي ما ضريت حتى حد خويا. معناتها أنت ما تبانش بالصداقة بين المرأة والرجل. ديما مرأة ورجل يلزم الشيطان يكون الثالث.
لا ينجم يكون ثالث وما ينجمش يكون غالب. عادي ينجم يكون ثالث روشيتان، أما ما ينجمش يكون غالب. امرأة رئيسة مع أو ضد؟ يا أخي سامحني صندوق أفرز رئيسة، كان أفرز خويا أنا معكم. شنو؟ أنت أنا؟ إيه. علاش ليه؟ معها؟ أنا ننتخب خويا. التبرك بالأولياء الصالحين. كل من تبرك بولي صالح فهو مشرك بالله. احنا نقتديو بالاولياء الصالحين ونتمناو باش نكونوا كيف الاولياء الصالحين، لكن الشيء اللي قاعد يصير توا الاولياء الله الصالحين ابرياء منه. يقول لك نمشي باش ناخذ طاقه روحانيه. سامحني عاد، الطاقه بينك وبين ربي ما فماش وسيط. ربي قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب، ما قالش فما وسيط. اجيب دعوه الداعي اذا دعان. نمشي الطاقه بها كيما واحد يمشي للبحر يرتاح، يمشي للغابه يرتاح، فما ناس تمشي للزاويه ترتاح. سهله برشا، قلت لك لو كل من تبرك بولي صالح. مش تبرك، مشي خذ طاقة إيجابية. يقول ينجم في علم الطاقة يحكي لك خويا، يدخل الجامع يحل كتاب قرآن يذكر ربي، ينجم رغم غير ما يمشي للولي، أما ينجم يطلب ربي بمباركة الولي. ما يسالش راه معناها يقول له يا ربي كذا بجاه، معناها كما نقولوا احنا يا ربي بجاه الولي الفلاني مثلا نجح لي ولدي. ما تجيش للولي مثلا نقول يا ولي الله نجح لي ولدي، خاطر الأمور هذيا مع ربي سبحانه. مع أو ضد الوشم؟ اسمعني السؤال هذايا انا نعرف علاش سالته لي، خاطر انا موشم خويا. قلت كان موشم خويا، انا غلطت، انا غلطت خويا سبحان الله. فوالا اي نحي قاعد نحي فيه، ديجا قاعد نحي فيه. خي شنو قاعد نحي فيه؟ اي معناها نكور مش من اول سيونس يتنحى الوشام يا هادي. الوشم حرام؟ والله تنجم تسال مفتي ولا تنجم تسال شيخ. شيخ الطاهر بن عاشور اي في كتاب مقاصد الشريعه يقول الوشم كان في فترة نزول الحديث متصل بنوع من النساء اللي عندهم سلوك أخلاقي مختل، فالمنع ما كانش منع للوشم وإنما للنمص في حد ذاتهم وإنما لدلالاتهم إلى ذلك الصنف من النساء. والكلام هذا أكدته الدكتورة ألفا يوسف، هي نقلت معناها سامحني معناها لهنا الدكتورة ألفا يوسف قالت إلي الوشام أحلى. نقلت عن الشيخ الطاهر بن عاشور أن الوشام ليس حراما. يعني هي تقول الوشام مش حرام. الشيخ الطاهر بن عاشور وهي أيدت كلام وهي قالت أنا نقلت أنا بو أنا 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 أنزه الشيخ الطاهر بن عاشور أن يقول كلام كيف نكى. لا قالوا سمعني وإذا كان سامحني قالوا وإذا كان الدكتورة ألفا يوسف تعتبر الوشم حلال يا خويا خليت وشم هي ونقتدي بها على الناس الكل. مش معناها حاجة قلت عليها أنها ماهيش حرام معناتها لازم نعملها، تبقى من بعد مسألة اقتناع. سامحني مع احترامي للدكتورة ألفا يوسف، مع احترامي بالنسبة لي الدكتورة ألفا يوسف ما تنجمش تكون مرجع نتاع أمور دينية. سامحني علاش؟ هكيك علاش؟ هكيك ما تنجمش تقولي هكيك. هي هذيك دكتورة معناتها أنت تنجم تكون مرجع. لا 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 أنت تكون مرجع نحييها ونحيي علمها، أما نقول لها يا دكتورة ربي يبارك لك حاوس في التيران تاعك، تيران الدين خاطيك ما تنجمش حاجة ما تخصكش معناها. أنت تقول ألفا يوسف تيران الدين خاطيك؟ إي هذا يعني كلام على التصريحات اللي نشوف فيها. اليوم انت من العامه تتسمى قدامها من الخاصه. طبعا طبعا انا قلت لك احييها ونقدر فيها علم ودكتوره وليه والشيخ الطاهر بن عاشور هي معناتها علاش تحملها. انا ما قريتش وانا انزه الشيخ الطاهر بن عاشور ان يقول للوشيخ. عيبك انك ما تقراش، عيبك انك ما تقراش. ينجمكو لو كنت تقرا يمكن كنت تقاسم مع ألفا يوسف. هي دكتورة الأفكار. هي دكتورة يلزمها تقرأ. أنا مانيش دكتور. وأنت مؤثر اليوم. هي مؤثر شنو كيفاه؟ ما يلزمني نقرأ. يلزمك تقرأ. إي نقرأ معني نقرأ بطاقتي بالشيء اللي نجمه. طاهر بن عاشور. ربي قال وما أوتيتم من العلم إلا قليل واللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. الإنسان ما ينجمش يلم بكل شيء راه. والعبد اللي حاجته بالعلم حتى لو كان في الصين يجيبه. طبعا هذيك طالب العلم. وأنت من المفروض عندك مسؤولية. تسجيل المكالمات الهاتفية. ربي قال ولا تجسسوا ولا تجسسوا. قديش من مكالمة هاتفية خرجت خويا تخربت بيوت وتخربت ديار، وإن شاء الله ربي يهديهم الناس هذوما، الفئة من الناس هذوما اللي هما حاجة تقز صراحة. تحزب الفنانين علاش ليه؟ مع يلا خير أنا أغزر الليل كلك سواد. سامحني علاش ليه هذا؟ كلك سواد علاش ليه؟ هل لما الفنان يتحزب جريمة؟ جريمة ما هي جريمة، من حقه أن يعبر، من حقه يقول انتخبت. معناه يقول لك الناس هذوكم
يمثلوني، نحبوا يمثلوني في المؤسسة الرئاسية ويمثلوني في البرلمان إلى آخره. هل حزب حركة النهضة مثلك في فترة من الفترات؟ في فترة معني أول ما جاءوا، أول ما جاءت حركة النهضة أنا صراحة الأفكار متاعها معجبوني، الأفكار يعني بعض من الأفكار يمثلوني. بعد؟ شني باش تقولي ندمت ولا ما ندمتش؟ قول لا يغدر، إذا كان ندمت ما عندي مخسرت، وإذا كان ما ندمتش ما عندي مخسرت. كاو؟ ما فهمتكش. إذا كان ندمت راه ما خسرت. ندمت ولا ما ندمتش؟ ندمت أنا انتخبتهم. أنك انتخبتهم وكنت بوق. كنت شنو؟ بوق. لا ما كنتش بوق. بوق شنو معناها بوق للدعاية نتاعهم هما؟ لا خويا. أنا فنان خويا، عيطوا لي نغني أنا، نحكي نقول لك حاجة. أي حزب سياسي في البلاد في اللحظة ذيك عيط لي نغني راني نغني، ما عندي مشكلة مع حتى حد. خبزيست تولي فنان خبزيست. لا تعرفش معناتها خبزيست؟ خبزيست كيف يفرضوا عليك باش تقول. أنا نغني في الغنيات نتاعي. في الأناشيد نتاعي وقتها. وسامحني انت حركه النهضه وقتها ربحت بالاغلبيه صح ولا ايش نعمل انا في اللحظه ذيك بتبيع بشي عيطوا لي خاطر انا في اللحظه ذيك نعمل في اناشيد والاناشيد شيء من افكارهم ومن خلفيتهم اي اما هكا ولا عيطوا لك باش تعمل اناشيد حاجه وانك تنتخبهم في الصندوق زاد حاجه اخرى انا انتخبتهم بدون علمهم شنو رايك انت بدون علمهم اي دونك مقتنع بي. انا انتخبت مشروع عجبك المشروع من بعد هو صار ما فهم مشروع شنو المشروع اللي فهم مع أو ضد النظرة خيانة؟ إيه باسم النظرة في غير محلها طبعاً. معها؟ في غير محل. ربي قال إن الله إن شاء الله ما غلطش في الآية إن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والقلوب على ميسنجر. شنو قلوب على ميسنجر؟ قلوب. تبعت قلب معناتها؟ وكليبوس. إيه هي في محله معناها. تجمش مثلاً سامحني ما إنسانة ما تعرفهاش ولا واحد تبعته ديريكت قلب. نجم يفهمك بالغلط مثلا أيه؟ انسان معرس مرتبط أيه؟ يجي يبعث قلب الطفله ولا مراه ولا درشنيه هو سافور شنو النيه ما ندخلش في النوايا ما تجيش انا نصور اذا كان مرته باش تشلق بيه باش تعمل له عرور على القلب هذاك صحيح ولا مع اعتبار الدكتور يوسف الصديق مرجع في تفسير القران في بلاد الطاهر بن عاشور والفاضل بن عاشور يوسف الصديق ما نجمش يكون مرجع في التفسير دونك استعمل الضد وفي الضد قريت كتب متاع الدكتور يوسف الصديق مش عيب عليك انك اليوم تحكي عليه وتحكم على فكره دون قراءة ولا حرف من كتاباته اسمعني راهو شوف ما يلزمنيش نقرأ له كتاب باش نفهم انا يكفيني اني نشوف مواقفه يكفيني اني نشوفه كيفاش يتكلم يكفيني نشوفه كيفاش يعبر وشنو اللي نشوف شنو اتجاه وشنو اللي كيدك انت باش تقرا كتاب قبل انك ما هو انت قلت لي كلام مثلا ماهوش باش يفيدني حد شيء الكتاب كي باش نقراه ماهوش باش يفيدني بحد شيء بالعكس النجم نزيد معني الموقف هذاك موقف حاد شويه هو من حاد ينجم ينتقل الى موقف نابي دونك ميسالش هاكا فما مسافه بيني وبينه رجل كبير ان شاء الله ربي يهديه دكتور اي ان شاء الله ربي يهديه وان شاء الله ربي يراجع به الى سواء السبيل وين يستفزك؟ يستفزني يقول مثلا الصلاة لا تحتاج إلى ركوع وسجود يستفزني يقول لي صلاة الجمعة ذي ما فماش برشا مان أنا كيكا راوي نقول لك حاجة فما ناس راهو معاه وفما ناس واضح فما ناس معناتها ينتميوا الفكر وفما ناس معناها ربيهم السيدة ذاك لكن أنا لا تعرف علاش؟ لأنه الحمد لله الفطرة سليمة علاش ما قريتش الحجج نتاعو وشفت انا شفت له برشا مناظرات فرشت في اليوتيوب في برشا مناظرات المناظره حاجه والكتاب حاجه اخرى انا ما نقرالوش يوسف الصديق مع احترامي ليه ان شاء الله يا ربي البرنامج نتمنى له التوفيق نتمنى له النجاح ربي يبارك لك ويخليك قدور شكرا لك على قبول الدعوه ومشكور على الاستضافه خويا يعيشك قدور نخلي كلمه الختام ولكن الختام باش نقول لك معناها مشكور على الاستضافه نحب نقدم تحيه لزملائي اللي خدمت معهم الكل والناس اللي عاونوني والناس اللي امنوا بي على راس مروه رمضان ربي يبارك لها كهو معناها امي بابا صغاري يعيش كهو شريك تحياتي معناتها المستقبليه فهمت شكرا قدور يعطيك الصحه ربي يبارك لك ليك ولكل المجموعه ان شاء الله يا ربي الله فيك. برنامج ناجح برنامج شكرا. موفق شكرا جزيلا ليك قدور لارتيست شكرا We'll be right back.
Biolux, l'univers de l'électroménager. ليلة معنا بيولوكس غنية عن التعريف، خبرة 20 سنة في مجال الكتروميناجي، كليماتيزورات، تلافز، فور، بلاك، أوتون كاسترابل، ماكينة غسيل، فريجيديرات. بيولوكس توفر لك زادة خيارات كبيرة في مجال لي بوتيت الكتروميناجي. بيولوكس موجودة في كل دار تونسية، تلقاها في كامل تراب الجمهورية. طقس برد، التونسي ديما يخمم على الركشة، على الراحة والسهرية في الدار مع الدفا والعيشة. الجديد رادياتور أغاز ناتوريل بيولوكس، اقتصادي في الطاقة، موجود في ثلاثة أحجام من 10 كيلوات حتى 14 كيلوات. منتوج جديد، والمهم اللي بتاكل فرخيصة تنجم تعوض به شوفاج سنترال. وما تنساوش القام الكبيرة متاع شوفاج، شوفاج أغاز بوتي رادياتور أباندويل. منتوجات متوفرة في أحجام مختلفة من 1500 وات حتى 2500 وات. ما تنساوش زادة شوفاج إلكتريك بأنواعه المختلفة، فونتيلي سيراميك، وفما موديل يسخن وتنجم زادة طيب عليه. الخيارات هذه الكل تلقاوها كما العادة عند بيولوكس، العلامة المضمونة للجودة والفاعلية في مجال الكتروميناجي. متواجد في جميع الفضاءات الكبرى والمحلات الكهرومنزلية في كامل تراب الجمهورية. Enfin هيات في والعيشة، حتى هو سنة جينا شتي بارد كيس حال الاخر، ما نحكي لكش على البرد البر. ايوه، وزيد اخترت لك المكان المناسب باش السخانه توصل للدار الكل. باهي، انا حاب نسالك سؤال الساعه من بكري هو في مخي، خاطر في بالي بيك اللي تجي باش تعمل انستالاسيون، اسكو يعمل فيت نتاع غاز؟ لا لا، تهنى مدام، الشوفاج بيولوكس مجهز بالترموكوب، يضمن سلامة المستعمل والحاجة وآمن من تسرب الغاز. باهي، حاجة أخرى سيدة خايفة منها، الزنزانة، راني خاف من الزنزانة، يعمل زنزانة ولا؟ لا 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 لا، عنده الشاروخ هذا الديجاج معناها أحادي أكسيد الكربون، دو فاسون يخرج لبرا ما يقعدش في الدار. داكوغ، تعرف أكثر حاجة عجبتني فيه شنيا؟ الديزاين نتاعو، وقديش يتماشى مع الديكور نتاع الدار اللي أنا عملته، أون بليس رابيد إيفيكاس وبريزونتابل. وي، إلي بريزونتابل واقتصادي في الاستهلاك ويعوض الشوفاج سنترال. داكوغ، حاجة أخرى زادة نحب نسأل عليها، كيفاش نستعمله بالضبط؟ استعماله سهل وبسيط، وتلقى المانيول ديوتيليزاسيون نتاعو في الامبلاج، بيان سور مرافق بالغارونتي اللي هو الغارونتي نتاعو 2 ans. سينو عندي صاحبتي عايشة في الجنوب، سألتني قالت لي اسكو نجم نلقى شوفاج بيولوكس متوفر في الجنوب ولا لا؟ لي برودوي بيولوكس موجودين في كامل تراب الجمهورية من شمال للجنوب، تلقاهم في المحلات الفضائيات التجارية الكبرى، وتلقاهم في محلات الكتروميناجي. باهي، صاحبتي هذيا ما شاء الله عندها فيلا كبيره بالكدا، اسكو معناها شوفاج بيولوكس ينجم يدفي لها سيرفاس نتاع دارها الكل؟ راهي كبيره بالكدا راهي. قادر 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 يوصل حتى يكشي يغطي مساحه 200 متر مربع، اكونديسيون لازمك تعرف وين تحط الشوفاج نتاعك باش السخانه تخرج للدار الكل. ميرسي بوكو، يعطيك الصحة. وأنا زادة راني باش نعمل بيت فيريفيكاسيون، نحب ندخل زادة نشوف التفي في الصالة كيفاه، خاطر أنا هوني سخنت بالكدا. لي دافية بالكدا الحقيقة، دافية دافية كيما الكولوار كيما الصالون، نفس التفي نفس الدوغري بتاع التفي. يعطيكم الصحة وميرسي بوكو. وأنا ساعة قبل ما تخرج لازمني نضيفك ونعطيك كواز جو بارد هكايا تبرد فيها السخانة اللي احنا فيها. افيك بليزير. مي فيت في، خاطر عندي انستالاسيون تاع شوفاج غاز 14 كيلو وات في فيلا هوني اكوتي. داكوغ، مرحبا بيك. عايشك اوكي. عايشك. بيولوكس، لونيفير دو الكتروميناجي. كهرباء تمشي، كهرباء تجي. الكهرباء نتاعنا الجولف ويت، السيارة الحدث، سومها 137 مليون. بعد أسابيع قليلة الكهرباء باش تخرج، تنجم تكون من نصيبك أنت اللي تتفرج فينا. سهل برشا، جرب حظ الأيام الأخيرة، وعلاش لا الكهرباء هذه ما تكونش من نصيبك. خذ تليفونك، ابعث اس ام اس في حرف أ على الرقم 85811، أ على الرقم 85811. حظ سعيد للجميع.